السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزيارة الثانية لنا للعراق كانت في موسم الأضاحي عام 1997، وفي هذه المرة يعني رتبنا ترتيب أكثر إحكاما، وذهب معي الأستاذ عبد الواحد اللي هو مدير مكتب الإغاثة الإسلامية في هولندا، والأستاذ أنور خان اللي هو كان المسؤول عن جمع الأموال وجمع التبرعات لمكتب الإغاثة الإسلامية في أمريكا. وعقدنا العزم أننا نشتري الأضاحي شهرين أو ثلاثة أشهر قبل العيد، واتفقنا مع التاجر السوري أن هو يضعها في المزرعة ويعلفها، وحسبنا ثمن العلف وحسبنا ثمن الإقامة إلى آخر الخدمة، فطلع أرخص بكتير جدا من نشتريها يوم العيد. وكان عدد الأضاحي في هذا العام حوالي 1200 أو 1300 أضحية نعملها. ذهبت أنا وأنور وعبد الواحد نفس الطريق، يعني هولندا يعني أمستردام عمان، لوس أنجلوس عمان، لندن عمان، والتقينا وطلعنا كلنا مع بعض نفس العربية بعد منتصف الليل إلى أن نصل إلى بغداد فندق الرشيد نفسه مع بعض هناك. وفي المرة دي اضطرينا اننا نستأجر غرفتين، او على الاحرى ما اقمناش في الفندق في المرة دي، ولكن ذهبنا مباشرة على المزرعة بتاعة التاجر السوري ده، وكان موضب لنا غرفة نقعد فيها علشان نراقب عملية اللي هو ذبح الاضاحي. عملنا زيارتنا الرسمية للوزارة وبعض الجمعيات هناك قبل أن نذهب إلى الغرفة في المزرعة، وفعلا زرنا وزارة الأوقاف والمسؤولين فيها، وزرنا بعض الجمعيات، وشعرنا أن في جمعية من الجمعيات مش مرحبة وجودنا أن نيجي العراق مرة أخرى، فحنتكلم عليها فيما بعد. المهم يوم العيد كنا احنا طبعا يوم الوقفة وهناك موجودين، احنا الثلاثة مستعدين ومتحفزين لذبح هذه الأضاحي وتكيسها وضعها في الأكياس إلى آخره. واتفقنا مع أحد الناس اللي تعرفنا عليهم في العام الماضي عشان يقول لنا تلاجات مش عربات ما فيهاش تلاجة. المهم والراجل موعدنا الخير، وقعدنا بقى نفس صلاة العيد صليناها كذلك في نفس المسجد الإمام السيد عبد القادر الجيلاني. ما في عيد كان في العراق، ما في عيد لا في لبس جديد ولا زمامير ولا 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 نفس الأشياء أنا ذكرتها في الكلمة الماضية. رجعنا مباشرة للمزرعة وبدأنا في النحر، مش احنا بنذبح يعني، أنا وأنور وعبد الواحد بدأنا إيه نكون مشاركين مع الجزارين علشان نذبح الـ 1300 أضحية دول في خلال الثلاث أو أربع أيام العيد. وتكييس حطها في الأكياس وحطها في العربة وعشان تروح للتلاجة عند هذا التاجر اللي هو الغشاش. المهم بعد يوم في اليوم التالي بدأنا نتحرك. نتحرك معنى نحن خلصنا كل الذبح، وفي اتقسمنا لجزئين، جزء طبعا كان بيوزع في بغداد والمناطق اللي حواليها، وجزء التاني طلع معايا على الموصل. خدنا حوالي 1000 حصة او اكتر او اقل مش فاكر الرقم بالضبط، وطلعت انا وانور مع العربة، خدنا نفس التاكسي اللي خدناه السنة اللي فاتت على الشاب المتطوع ده، طلعت معانا العربية الى هناك. كان في الشارع يعني احنا قلنا يعني حوالي 1000 أسرة هتستفيد من هذا اللحم المتلج المجمد. فبدأنا نفتح التلاجة، طلعت انها مش تلاجة. الراجل عمل فينا ايه؟ جاب الواح تلج حطها ووضع فوقيها اللحمة. فتحنا باب العربة او المخزن ده فوجدنا رائحة كريهة، وفي الشارع في ما لا يقل عن 1000 واحد منتظر، في مسؤول الامن، في المحافظ، في مسؤول الاوقاف. كانت فضيحة بجلاجل. طبعا احنا حاولنا ننقذ الموقف باي طريقة، مفيش اي فايدة. فانا قعدت بقى اوطي واطلع اوطي واطلع، وطبعا في وسط الصدمة العصبية والصدمة الاجتماعية دي لقيت ظهري خلاص وقف، لان المية متلجة طلعت من البنطلون لغاية وسطي،
والعرق بتاعي الشديد طلع من رقبتي او اكتافي الى وسطي، فحصل لي شد عضلي جامد جدا ما اتش اقفه وبتصرخ. فنزلوني شالوني الشباب وحطوني على الارض، وعلشان انقاذ الموقف. طب الحمد لله الموقف ده حصل ليه؟ حصل لان ربنا يعني اراد ان يجعل الناس تتعاطف معي. فكلمت المسؤول الامني هناك او المحافظ، قلت له شوف انت تشتري لنا عدد الاضاحي لا ادري كم خروف، وغدا صباحا هياتيك المبلغ. انتهى الموضوع على كده، وقول للناس انهم لا يحزنوا اليوم لكن ستدخل عليهم فرحه الهدي او الاضاحي غدا باذن الله، وانتوا اللي هتذبحوا هتوزعوا على الناس بمعيه الاوقاف ومعيه المحافظه الى اخره. ورجعت الى الفندق في فندق الرشيد ونمت على ظهري يعني على الارض يعني، وكان الم شديد 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 الى اخره. كان علاقتنا مع السفاره المصريه في بغداد كانت قويه جدا، وكان طبعا ده لان انا كنت اعرف السيد عمرو موسى وزير الخارجيه المصري عملها جيدا جدا، وزرته في مصر ايام البوسنه الى اخره، وهو استقبلنا في مكتبه في مكتبه العامر، وكان ياتي السفير يزورني عشان يطمئن عليه كمصري، وكان ياتي لي كل يوم او كل يوم وتاني القنصل، لان طبعا السفاره ما كانتش بتشتغل، ما كانش فيه يعني ايه مواطنين مصريين كتير، فكان يستغرب ان الناس تخش عليا وانا قاعد متالم مرمي على الارض وفي نفس الوقت ايه ببتسم لكل هؤلاء. الدرس هنا هو لابد 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 ان نتاكد ممن نعمل معهم، خاصه من التجار، ولا نستأمنهم إلا إن تأكدنا بعقود مكتوبة، ليس في مجرد اللي هو حسن الظن كما حدث، وهذه الفضيحة التي حدثت لنا وكلفتنا كثير جدا من المال، لأننا زودنا حوالي على عدد لا أدري كم عدد الأضاحي في نفس الوقت اللي احنا زودناه، وده خاصة المؤسسة. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.